لدينا حسام. نعم، ذاكرة الشروق المليئة دائما بعدد من البرامج اللي تنتج عبر شمس السودان التي لا تغيب. واحد من البرامج اللي تم تقديمها من خلال الشروق، واحد من برامج وبرمجة الأعياد المتميزة، صوت الفن. تاج مصطفى كان واحد من ضمن الذين يستحقون الحديث عنهم لضخم ما قدموه من خلال هذه السيرة والمسيرة جدا لواحد من الفنانين والمميزين جدا في تاريخ الفن في السودان. نتابع. السادة المشاهدون، كل عام وأنتم بألف خير. صوت الفن يحاول أن يحمل لكم صوتا أثرى وجداننا بألحانه الشجية، وصوت متفرد تروب. إنه التاج مصطفى. أنت التعلم أو يشاق عليها، فانسحبت وقلبي تراك تخاض عليها. يا نسيب الرجوع، فنان يجبرك على أن تحتار في اختيار المفردات التي تناسب مقامه الرفيع. ونحن حينما نتوقف في مسيرة وسيرة فنان بغامة التاج مصطفى، فذلك يعني بأنه حقيقة متفرد وشخصية صاحبة حضور متجدد لا يعرف مفردة القيام، لأن أمثاله يظلون حضورا في مقدمة الذهن لا يطالهم النسيان مطلقا. طيب مصطفى اتولد في قرية أم مرحي اللي هي ريف شمال الدرمان، وهو من الطيبية السمانية. فاتولد عام 1927 في قرية صغيرة وأسرة متوسطة الحال وأسرة دينية. فدرس على في خلوة الشيخ زين العابدين اللي هو عمه، درس القرآن. ولو أن احنا رجعنا لنشأة التاج مصطفى، بنجد أنه نشأته صوفية في البداية. يعني التاج مصطفى هو من مبرحي، وهي يعني قرية معروفة بأنها إشعاع الديني الكبير الصوفي، والمد الصوفي الكبير متواجد في هذه القرية منذ مئات السنين. فالتاج مصطفى ولد وترعرع في تلك الأجواء الصوفية، وانتقل إلى أم درمان والتحق بالمعهد العلمي وقتها. التاج مصطفى فنان نشأ في بيئة صوفية، تعود على التراتيل والأناشيد الدينية، نشأ على الدوبيت، كان يمشي القنيص مع عمه محمد سعيد العباسي، وكان بي 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 بيرمي الدوبيت من هو في السابعة. ليس مهما أن نشير إلى أن التاج مصطفى ولد في العام 1931، لأن عمر المبدع الحقيقي يقاس بإبداعه. والتاج مصطفى فنان أسرى ساحات الغناء بوسيم الغناء، وعطر سماواتنا بطرب شنف الآذان. كانت الأغنية التي قدمت التاج مصطفى للإذاعة السودانية، وهي أول أغنية، بعنوان فتاة النيل من كلمات الراحل إسماعيل خورشيد. وقبل ذلك كان قد أمتع وأسعد الناس بروائع ألحانه من أغنيات الحقيبة، لا سيما أغنيات عبد الكريم عبد الله كرومة. جمالك ربنا يزيد ونحن نزيد تتايد وتنزيد. علم أن فرع البان تعلم منك تاويد. بعد كده عمره 7 سنوات انتقلت الأسرة لأم درمان، لأنه كان جدي مصطفى محمد السايح أستاذ في المعهد العلمي، فانتقلوا في منطقة الركابية أم درمان، وكان قريب قريب أو ساكن بالقرب منه التجاني يوسف بشير
وأستاذ عبد القادر كرف.